تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس ورفح وارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين. وزير إسرائيلي يدعو لتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة وإيجاد بلدان لاستقبالهم. دخان كثيف يتصاعد ومعارك عنيفة في الخرطوم بين الجيش ودعم السريع. مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق في خان يونس رفح جنوب القطاع المحاصر، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الفلسطينيين. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 21,800، بينهم 9,000 طفل و 6,500 امرأة، فيما لا يزال 7,000 في عداد المفقودين. أما عدد المصابين فتجاوز 56,000. على صعيد الميدان، كشف انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في شمال غزة عن دمار هائل في المنازل والبنى التحتية والمنشآت المدنية والخدماتية. شهود عيان أفادوا بأن حالة من الهدوء الحذر تسود مناطق عدة في شمال القطاع بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من النازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة إلى مناطق شمال القطاع، ولا سيما بلدات بيت لاهيا، جباليا وبيت حنون، حيث لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة على أطرافها. مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وأوامر إخلاء السكان من مناطق نحو الجنوب، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة وإيجاد دول مستعدة لاستقبالهم. سموتريتش المعروف بتصريحاته المتطرفة قال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إن غزة لن تظل مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، كما قال ويتعين على تل أبيب إيجاد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة، معبرا عن رفضه بأن تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في القطاع. على الصعيد الإقليمي، أعلنت قيادة المركزية القوات البحرية الأمريكية أنها أغرقت 3 من أصل 4 زوارق بحرية للحوثيين وقتلت طواقمها إثر مهاجمتها سفينة تجارية في البحر الأحمر. القيادة المركزية قالت أن سفينة الحاويات ميرس خانتشو الدنماركية أطلقت نداء استغاثة ثانيا في أقل من 24 ساعة، يفيد بتعرضها لهجوم من 4 زوارق صغيرة انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. أطلقت النار على الطاقم الخاص بالسفينة ووصلت إلى مسافة 20 مترا منها وحاولت الصعود على متنها قبل تصدي القيادة للهجوم. إلى الخرطوم، حيث دارت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من أحياء العاصمة السودانية استخدم فيها طرفا الصراع المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة. شهود عيان أفادوا بتردد أصداء انفجارات قوية مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان غطت أجزاء من أحياء العاصمة. الشهود ذكروا أن القصف المدفعي العنيف تجدد على أرض المعسكرات والمدينة الرياضية وفي أحياء الإنقاذ والأزهرية.